تندرج مدينة المدينة الجديدة الساحة الخيطة في إطار مجموعة المدن الجديدة والأقطاب الحضرية التي تنجز من طرف مجموعة العمران. توجد المدينة الجديدة الخيطة بإقليم برشيد وبالضبط قرب جامعة حد السوالمي. هذه المدينة الجديدة سوف تنجز على قطبين، القطب الأول اللي عرف انطلاقة الأشغال ديالو منذ 2007 كيتواجد قرب طريق السيار، وكذلك قرب مدينة الدار البيضاء حيث عليها بعد 20 دقيقة عليها، وقرب من شاطئ دار بوعزة وصدر حال، كذلك كيتواجد على بعد 31 كيلومتر، أقل من 30 كيلومتر على مطار النواصر. كذلك توسط بين الدار البيضاء وبين دار الشيد وسطات والجديده، اذا في واحد المحور اساسي ومهم. هذا الشطر الاول كيمتد على 365 هكتار، بحيث ان جميع الاشغال ديال التجهيزات الاساسيه من تطهير ومن كهرباء ومن طرقات تم انهاء الاشغال ديالهم. الان دخلنا في المرحله ديال التثمين ديال هذه المشاريع. هاد الجزيئه او هاد القطب الاول كيضم العديد من الاصناف ديال المنتوجات. كاين المنطقه الصناعيه، منطقه مخصصه للسكن، منطقه مخصصه للسكن الاجتماعي، والمنطقه المخصصه للفيلات، اللي الهدف هو بانه يكون واحد القطب مندمج فيه السكن وفيه المناطق ديال الانشطه الاقتصاديه والصناعيه، كذلك خلق واحد التمازج وخلق فرص للشغل في هذه المنطقه. اذا قطب مندمج متكامل واللي كيوفر واحد المرافق مهيكله كبرى، من مرافق اجتماعيه للقرب، المدارس، الثانويات، مساجد، مساحات، ملاعب رياضيه، وحل جميع المرافق اللي كتم الساكنه. حاليا تم انجاز ما يفوق 6000 وحده اللي كتضم جميع المكونات ديال السكن والمناطق الصناعيه. الساكنه الحاليه كتتناهز واحد 10000 ساكن، بحيث منتظر بان في هذا الخطب غيكون غيهم واحد 60000 نسمه. حاليا تجاوزنا 10000 نسمه.